تراس وزير المياه والصرف الصحي صديق عبد الكريم حجر مناسبة إحياء الذكرى السنوية لليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 من مارس كل عام. جرت المناسبة بالمكتبة الوطنية وبحضور عدد كبير من الشركاء. محمد عثمان بشير. إحياء لليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام، أحيت وزارة المياه والصرف الصحي هذا اليوم عبر هذه المناسبة التي حضرها العديد من المهتمين بالبحث العلمي والاجتماعي في مجالات المياه. وجاء موضوع شعار هذا العام كيفية الاستفادة من المياه العاكرة ومياه الصرف الصحي مع الاحتفاظ بعدم الإفراط في المياه الصالحة للشرب. وأكد وزير المياه والصرف الصحي صديق عبد الكريم حجر بهذا الخصوص على أنه في العالم حاليا حسب تقارير دولية بأن أكثر من 750 مليون من سكان العالم يواجهون مشكلة في إيجاد مياه صالحة للشرب. واختتمت هذه المناسبة بزيارة بالمعرض الذي تم فيه عرض عدد من الآلات والمعدات الخاصة بتكوين مياه صالحة للشرب، وكذا بعض من الصور التي تجسد معاناة سكان بعض من القرى والأرياف في كيفية الحصول على مياه صالحة للشرب.